مرحبا، أهلا وسهلا بكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا، لقاء خاص على قناة تي في صوت العرب من كندا. أنا محدثكم دكتور جمال الشريف، واليوم سنتكلم عن موضوع جميل جدا من بلد جميل جدا مع صبية جميلة جدا، صديقتنا سعاد باي من الصين. أهلا وسهلا بك يا سعاد. أهلا وسهلا، مرحبا بكم ومرحبا بالسيدة ومرحبا بكل المشاهدين. سعاد، أنا سعيد جدا أن أكون معك. اسمك سعاد، السعادة شيء جميل. في البداية سنتحدث اليوم عن العيد الصيني أو عيد الربيع أو عيد رأس السنة الصينية، كما يسمى كثيرا Spring Festival أو Chinese New Year، ولكن سنتحدث أكثر عن ماذا يقوم به الصينيون في هذا العام، ما هي العادات والتقاليد. سنتحدث قليلا عن الألعاب الأولمبية التي بدأت قبل أيام، الافتتاح كيف كان له جمالية رائعة. ولكن في البداية أريد أن أعرف سعاد، من هي سعاد؟ من أنت؟ مرحبا بك والسلام عليكم. اسمي سعاد، هذا طبعا اسمي العربي، واسمي الصيني يي شين هوا. تعلمت اللغة العربية منذ التحاقي بجامعة الصينية، جامعة الاقتصاد والتجارة الصينية، وتعلمت اللغة العربية فيها لمدة 4 سنوات. وبعد تخرج من الجامعة بدأت بالعمل كإعلامية صينية ناطقة بلغتي العربية. أحب هذا العمل طبعا، لأنني يمكن أن أتعرف على المزيد من الأصدقاء، يعني الأصدقاء العرب وثقافة العربية، وكذلك العادات والتقاليد العربية. أريد أن أعمل على يعني تعريف المزيد من الأصدقاء العرب بما يحدث في الصين، بثقافة الصينية، بتقاليد والعادات التقليدية، وكذلك الحياة للصينيين. ويسعدني أن أتعرف وأعرفكم عبر المواقع الاجتماعية، مواقع التواصل الاجتماعي، وأعتقد هذا هو يعني شرف كبير. و نعم، أتمنى أن تتعزز الصداقة وتفاهم وتعارف بين الشعب الصيني والشعوب العربية. أنت ناشطة اجتماعية، يعني أنا أراك على الفيسبوك تضعين الكثير من المنشورات التي تتحدث عن العادات والتقاليد لبلدك، وهذا شيء جميل جدا. ما هو مجال عملك؟ أين تعملين؟ كما ذكرت قبل قليل، بدأت بالعمل كناطقة كإعلامية صينية وصحفية صينية ناطقة باللغة العربية. كما نعرف أن هناك العديد من وسائل الإعلامية الصينية ناطقة باللغة العربية، مثل يعني الصحف والتلفزيون والإذاعات. نعم، هكذا يعني نعمل على تعريف المتابعين العرب بالثقافة الصينية، بالأخبار الصينية، وكذلك يعني ما يحدث في الصين. نعم، يوميا شيء هكذا. جميل، شيء جميل. في أي مدينة تسكنين الآن؟ أنا أعمل وأسكن في مدينة بكين، العاصمة الصينية. نعم، مدينة بكين مدينة جميلة ورائعة، ولكنها مكتظة بالسكان، يعني عدد نعم أكثر من 20 مليون نسمة، وهذا ليس صحيح، بالبسيط بالنسبة لنا. نعيش في كندا، كل عدد سكان كندا 40 مليون نسمة. فمين بكين؟ مين بكين؟ نعم. طيب، فلنتحدث عن عيد الربيع أو كما يسمى Spring Festival. لماذا يسمى بالSpring Festival؟ هذا العيد هو عيد تقليدي الصيني، ويعتبر من أهم عيد تقليدي الصيني وأضخم عيد بالنسبة للصينيين، لأنه يمثل رأس السنة القمرية الصينية الجديدة. وكما نعرف أن السنة يعني دائما تبدأ من الربيع،
ونحن يعني نسمي هذا العيد بعيد ربيع، يمثل تطلعنا الجميل للمستقبل. وأيضا يرجع هذا العيد طبعا إلى أكثر من 2000 سنة أعتقد، نعم، تاريخ طويل جدا جدا. وبالنسبة للصينيين، هذا هو رأس السنة القمرية الصينية الجديدة، ونحتفل دائما بهذا العيد، يعني بهذا العيد في بداية السنة، بداية السنة القمرية الصينية، نعم. ويصادف هذا العام حسب الأبراج الصينية 12، يصادف هذا العام عام النمر الصيني التقليدي. وأيضا لماذا ماذا أقول؟ النمر؟ لماذا تختارون الحيوانات؟ هناك 12 حيوانا صحيح؟ نعم، كل صحيحة عام؟ صحيحة. نعم. كيف تم اختيار؟ هل تعرفين كيف اختيار هذه الحيوانات؟ وأعتقد أن هذا جاء من حكايات قديمة، ولكل حيوان هناك حكاية، يعني قصة قديمة. مثلا الفير، أول برج من ضمن الأبراج الصينية هو الفير، وقيل إن الفير هو حيوان ذكي، ويمكنه أن يجري بسرعة جدا. فعندما كان هناك مسابقة لاختيار الحيوانات لتكون أبراج صينية، وعندما يعرف فير هذا الخبر، فيقوم من النوم مبكرا، كان يجري يعني بسرعة جدا، فهو فاز بالمركز الأول. مثل هذه يعني القصص، هناك قصص أخرى لتكون الأبراج الصينية. طبعا هذه هي يعني حكايات وأسطو كيف أقول، يعني أساطير. أسطور أساطير، نعم أساطير. ولكن أعتقد أن هذا يمثل يعني ثقافة وتقاليد الصينية، نعم، منذ القدم، انتشر منذ القدم حتى الآن. هل يؤمن الصينيون بقدرة هذه الحيوانات على تشكيل الشخصية؟ لما عشت في الصين كان أنا من سنة التنين الدراغون، فكان يقال لي أن شخصيتك تشبه شخصية التنين، فهل تؤمن كلكم بهذه الأبراج؟ وأعتقد ليس بالكل، كل هذه ثقافات يعني تعتبر يعني ثقافة قديمة، وأعتقد أن هذا يمثل تطلعات الناس الجميلة للمستقبل وللحياة، وأيضا يعني تمنياتهم الطيبة للمستقبل الأجمل، وهكذا. وليس بالكل يعني نحن نثق بهذه الثقافة. نعم، لدينا نحن العرب الكثير من الأمور المشابهة التي أيضا ليس لها أي تفسير، ولكن تعلمناها فهي شيء طبيعي في كل ثقافات العالم. نعم كيف نعم يتم التحضير للسنة الصينية؟ يعني قبل حضور السنة الصينية، ماذا تقومون في المنزل أو ماذا تشترون من السوبر ماركت؟ كيف تحضرون لبداية هذه السنة؟ كما ذكرنا، يعني أنا عيد الربيع الصيني يعتبر أدقم عيد وأهم عيد بالنسبة للصينيين. ولكل سنة يكون هناك 7 أيام من العطلة لكل الصينيين في أرجاء البلاد للاحتفال بهذا العيد. طبعا قبل حلول العيد، نقوم بتحضيرات كثيرة للاحتفال لاستقبال هذا العيد. مثلا قبل حلول العيد، نقوم بتنظيف البيت، نعم، كل نعم. الأشياء يجب أن تكون جديدة وتكون نظيفة.
هذا يعني أعتقد أن ذلك مثل ما يقوم كل ناس في العالم بحلول السنة الجديدة، يجب أن يكون كل الأشياء تكون كل الأشياء جديدة ونظيفة. وأيضا نقوم بشراء بعض الأشياء مثل حلويات، مثل المأكولات المختلفة، وأيضا نشتري دائما ملابس جديدة. ولأن الصينيين يحبون الحمراء كثيرا، وعندما يكون هناك مناسبات سعيدة دائما يلبس الصينيون ملابس حمراء مثل هذا. نعم، وأيضا نشتري بعض الرسوم الجميلة ليمثلوا سعادتنا لاستقبال السنة القمرية الجديدة، مثل رسوم لعيد الربيع التقليدي الصيني، وأيضا بعض النباتات والأزهار ليمثلوا حلول فصل الربيع، وأيضا نشتري يعني شعارات دوليان. نعم، شعارات تقليدية الصينية ليلصقها على الأبواب ليمثلوا يعني سعادتنا لاستقبال هذا العيد، يعني لاستقبال السنة القمرية الصينية الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك، نعم، نقوم يعني باختلاس عملنا للسنة السنة القديمة في نهاية هذه السنة. وبعد نعم بعد كل هذه الأشياء، يعني بعد إكمال كل هذه الأشياء، طبعا بعد إكمال كل عملنا، نستقبل عطلتنا لعيد الربيع التقليدي الصيني واستقبال عيد الربيع الصيني. ليلة رأس السنة أو ما تسمى بالنيان فان أو الطعام تشوسي. يا تشوسي، لماذا هي مهمة وماذا يحدث؟ يحدث هناك سفر يقال أنه أكبر عملية ترحال في التاريخ تقوم في هذه المدة، أكثر من 1 مليار شخص ينتقل من مدينة لمدينة، لماذا يجب على الأشخاص العودة إلى بيوتهم أو بيوت أهلهم؟ ما هي العادة هنا؟ لأن عيد الربيع يمثل رأس السنة القمرية الجديدة، فيمثل هذا العيد دائما في قلوبنا يعني تجمع مع أفراد الأسرة، هذا هو أهم شيء بالنسبة لهذا العيد. فقبل حلول هذا العيد، يفضل العديد من الصينيين، معظم الصينيين يعني مهما كانوا في أي مكان، مهما كانوا في أي دولة، يفضلون السفر من أماكن عملهم أو إقامتهم إلى مساقط رؤوسهم للاحتفال بهذا العيد مع أفراد أسرهم. هذا هو أهم شيء. نعم، أو أيضا يعني السفر للرجوع إلى البيوت، للرجوع إلى مساقط رؤوسهم لتقديم قرابين للأجداد. نعم، هذا هو أهم تقليد الصيني. فبحلول هذا العيد، هناك يعني كيف نقول، مواصلات، ازدحام المواصلات، نسميه بتشويون، يعني نقل عيد الربيع. هناك عدد كبير كبير من السكان للسفر عبر طائرات، عبر قطارات، ودائما تستمر هذه الفترة للشهر تقريبا، يعني قبل حلول هذا العيد حتى نهاية انتهاء هذا العيد. لأن بالنسبة للصينيين، ينتهي عيد الربيع التقليدي الصيني دائما بعد 15 يوما من بدء هذا العيد. نعم، جميل. لذلك فبالنسبة للصينيين، بعد عمل الشاق لسنة كاملة، فيجب عليه أن يسافر من مكان عمله إلى مسقط رأسه للتجمع مع أسره. هذا هو يمثل
يعني كيف أقول، يمثل يعني صلة رحم. تطلعه. نعم، لأن لم الشمل الأسرة يعتبر أهم شيء بالنسبة للصينيين. يعني أتوقع أن الصينيين يقتربوا كثيرا من العرب بهذه العادات، وهي عادات صلة الرحم والتقارب والتزاور. هذا شيء أنا يعني وجدته أقرب يمكن شعوب الأرض للشعوب العربية اللي هي الشعوب الصينية من هذه العادات، اللي هي العائلة والعائلة الكبيرة والتجمع هذه يعني عادات جميلة جدا. حدثينا نعم، عن صحيح. سفرة رأس السنة، ماذا تأكلون؟ يعني هناك عادات خاصة، مثلا الدمبلينجز أو ما يسمى بالجاوز في بلاد الصين، السمكة الكاملة يجب أن تكون كاملة، هول فيش أو تشوينغ. حدثينا عن هذه العادات، لماذا هذه الأطعمة بالذات؟ أولا، بالنسبة للصينيين في شمال الصين، لأن الصين كبيرة جدا، هناك عادات مختلفة بين الناس في شمال البلاد وبين الناس في الجنوب، نعم مختلفة. وبالنسبة لنا نحن في شمال الصين، نحتفل بأي مناسبة سعيدة بأكل جاوزي، لأنه يعني مثل يعني شكله مستديرة، وفيه كثير من الحلويات، كثير من المكسرات، كثير من يعني لحم، وأيضا الخضروات، ومثل هذه الأشياء مأكولات. نعم، يمثل تجمع لم شملي. نعم، وهذا هو معنى جميل جدا، لذلك نأكل هذا الأكل جاوزي في كل المناسبات السعيدة، وخاصة في عيد ربيع الصيني. يعني وأيضا أتوقع بعض الصور هنا، نعم نعم جميل جدا. نعم، حتى وإنه يفهمون. لذيذ جدا. وأيضا وخاصة في عشية عيد ربيع، يعني نسميه بتشوسي، نتجمع مع أفراد الأسرة في البيت ونأكل جاوزي، يعني دامبلينغز، ونشاهد حفل عيد ربيع سنوي. لكل سنة يكون هناك حفل كبير فني على تلفزيون الصين في أرجاء البلاد، ونسميه بتشونوان. وهذا هو يعني تقاليد مهم بالنسبة للصينيين، ونعتقد أن التجمع مع أفراد الأسرة في هذه الليلة الجميلة، وأيضا نشاهد هذا الحفل الكبير على التلفزيون ونأكل جاوزي، وهذا هو معنى جميل للتجمع للم الشملي، وهذا هو تقليد، أهم تقليد صيني في عشية ليلة عيد ربيع الصيني. حدثينا عن السمك، هل له ميزة خاصة؟ أنا أرى على كل مائدة يجب أن يكون سمكة كاملة. نعم، سمك في اللغة الصينية نطقها يو. يو هذا هو النطق، يعني سمك، ولكن نفس النطق لفاء باقية، يعني الشون يو، يعني أشياء المتباقية. لذلك نقول دائما يجب علينا أن نتمتع بالأشياء المتبقية في كل سنة، يعني نيان نيان يو يو. فهذا يعني يمثل أن السنة الجديدة ستكون سنة حصاد، يعني هناك كثير من الأشياء يمكننا أن نحصل عليه ونحافظ عليه ونخزن عليه في السنة القمرية الجديدة. ف نستخدم أكل يو، هذا الأكل ليمثل هذا التطلع الجميل. ماذا عن البرتقال؟ أرى أيضا البرتقال من الأشياء التي دائما تكون في المنزل في هذه الفترة. هذا يعني يمثل أيضا السعادة. نقول دائما يعني السعادة كبيرة ومباركة كبيرة، تعزي تعلي وتزي، هذا النطق متشابه بجو، يعني برتقال.
في النطق الصيني جو، وهذا جميل. متشابه. فهناك يعني دائما أعتقد هذا هو في يعني كيف نقول يعني سعادة في اللغة الصينية، يعني سعادة مستمرة. نعبر عن سعادتنا عبر النطق المختلف. هل هناك أطعمة أخرى تأكلونها في رأس السنة؟ نعم طبعا هناك كثير من الأشياء المأكولات اللذيذة وتقليدية مثل الروز مع حلويات المختلفة، ونسميه ب بابا فان، يعني الروز تطبخ الروز مع الحلويات المختلفة، ويمثل مثل التمر، وأيضا وكثير من الأشياء، نعم، وكثير من الفواكه، وكله مع الروز، وندعوها في قطر، نعم، لمقاديها، نعم، ويمثل هذا هو التجمع. وكل يمكننا أن نجد كل المأكولات اللذيذة وكل المأكولات التقليدية في أيدي ربيع تمثل معنى واحد، هو لمس الشمل وتجمع مع أفراد الأسرة. وهذا هو يعني يمكن أن نجد أن هذا هو يعني تمنياتنا، تمنيات الصينيين في السنة القمرية الصينية الجديدة. نعم، يجب علينا أن نتجمع ونتعامل ونتضامن في كل أسر. نعم، أنا أحب كثيرا البابا وفان، هذه الصورة يعني ليعرفها الأصدقاء من فود نتورك، ولكنها قريبة ليست بهذه الطريقة، تغلى بنفس هذا ولكنها جميلة جدا. هذا هو نعم، الاسم، جميلة جدا. نعم، نعم ثمن مكونات، ولذلك تسمى بابا وفان. نعم هناك عادة مهمة جدا وهو الخمباو أو المغلف الأحمر، نعم نعم حدثينا عن هذا المغلف، ماذا تضعون فيه؟ رسالة للحبيب وللصديق أم هناك شيء آخر؟ دائما يقدم الوالدين يعني الكبار سن لأفراد أطفالهم، ليقدموا تمنياتهم لأطفالهم في المستقبل، وأيضا تشجيعهم للأطفال في السنة الجديدة في الدراسة وفي يعني تضرع، لأن يقدم دائما هذا حنبة للأطفال الذين لم يعملوا، يعني فقط يدرسون، إنهم كان يعني يدرسون ولم يكسبوا الأموال. فيقدم الوالدين حنبة لأطفالهم لتشجيعهم في الدراسة، ويعني يقدم تمنياتهم الطيبة لأطفالهم في السنة الجديدة. وعندما يكبر الأطفال يعطوا آباءهم، صحيح؟ بالعكس. نعم نعم بالعكس، نعم هكذا، إذا تضع فيه نقودا، يس؟ نعم طبعا. حسب يعني حسب كيف أقول، حسب القدرة. كما تشاء، نعم حسب نعم القدرة، يعني نعم. حسب القدرة. سعاد، لو وضعت 400 يوان، هل هذا أوكي؟ جيد؟ جيد، نعم جيد، ولكن يجب أن تكون مثلا 10 أو 8 وستة، لأن بالنسبة للصينيين 4 هذا رقم ليس سعيد، ليس لأن جيد. 4 في اللغة الصينية هو سي، متشابه ب يعني كما تعرف متشابهة الموت، بموت. نعم، نعم. فلا نستخدم لا نستخدم هذا الرقم في المناسبات السعيدة دائما. نعم جميل أن نتعلم عادات وثقافات الآخرين. لماذا أنا وضعت هذا المثال؟ حتى يعرف أصدقائنا العرب
أن الرقم 4 ليس بالرقم السعيد بالنسبة للصينيين، فلذلك نعم معظم الصينيين لا يحبون تداول هذا الرقم خاصة في المناسبات السعيدة كما قالت سعاد. فكان المثال حي لتعلموا هناك أشياء يجب أن نتعلمها عن عادات الآخرين، كما نريد الآخرين أن يتعلموا عن ثقافتنا، فهذا جميل، تلاقح الثقافات. نعم هل هناك تغيرات في المرحلة الأخيرة رأيت عن طريق الويت شات؟ تضعون أيضا الآن الريد انفلوب أو المغلف الأحمر لأصدقائكم. نعم هناك ربما في هذه في يعني في هذا في هذه السنوات أصبح هذا تقليد ليس فقط من كبار السن كبار السن إلى صغير السن، يمكن أن ينتقل بين أصدقاء وبين يعني زملاء، وليس و يعني يمكن ويمكن أن يعبروا عن تمنياتهم الطيبة للآخرين للأصدقاء عبر هذا الطريق. عن تطبيق، يعني أصبحت تستخدم التكنولوجيا أيضا في نقل التهنئة عبر للأصدقاء ويتشات. عبر الويت شات. نعم. شيء جميل، شيء جميل. ما هي آخر الكوفيد والأمور التي تحصل حول العالم وخاصة في الصين الآن؟ كيف تتم هذه التجمعات؟ هل هي مسموحة أم هناك تضييق على التجمعات بحيث تكون أقل؟ تجمعات في هذا العيد يعني مسموحة، نعم هناك الكثير من المناطق السياحية مثلا في مدينة بكين مفتوحة، كلها مفتوحة، وقيل إن هناك عدد كبير من السكان من الزوار. لماذا أقول قيل؟ لأنني لم أزور هذه الأماكن وخلال هذا العيد، لأنني يعني أنا الآن مع كل سكان لحي سكني الذي أسكن فيه في الحجر الصحي. أوه. نعم، لأن قبل حلول هذا العيد ظهرت بعض الإصابات، تقريبا 5 أو 6 نعم إصابات محلية يعني ظهرت في الحي السكني الذي أسكن فيه بفيروس كورونا، ربما هو أوميكرون. نعم، ولذلك فإن كل الحي كل السكان المقيمين بهذا الحي يجب علينا أن نبقى في هذا الحي، ويمكننا أن نتحرك في خارج البيت ولكن في داخل الحي، يعني نسميه ب سيطرت على انتشار هذا الفيروس. نعم، ربما سيستمر هذا تستمر هذه الفترة يعني فترة للحجر الصحي ربما لأكثر من 2 أسبوع. فخلال هذا العيد أعتقد أنني سأبقى في البيت للاحتفال بهذا العيد. نحن نهنئك من كندا عبر تطبيق الويتشات، سأرسل لك خنباو. إن شاء الله. طبعا بس للمعرفة، الصين تقوم بعمل حجر صحي على الأماكن بشكل مصغر، يعني إذا ظهرت في حي معين تحجر فقط هذا الحي، وإذا ظهرت في عدة أحياء في المدينة تغلق المدينة كاملة. وهذه الطريقة أثبتت نجاحها في الآونة الأخيرة، لأنها لا تضطر إلى شلل المدينة بالكامل، بل حي معين هم سكانه مثلا ظهرت بينهم هذه الحالات، فيمكنهم إغلاق هذا الحي ويبقى باقي سكان المدينة بحياتهم الطبيعية. فهذا نعم ما تقوله سعاد، وهي كانت للأسف أحد الموجودين في أحد الأحياء التي حصل بها إصابة أو عدة نعم إصابات، 5 إصابات. نعم هنا أريد أن أذكر يعني رغم أننا لا يمكننا أن نخرج هذا الحي، ولكن
لا يوجد أي مشكلة في شراء البضائع وفي يعني الحصول على الضروريات في الحياة، لأن التوليد السريع يعني كوادي ما زال يعمل لتوليد لنقل كل الأشياء والبضائع التي طلبناها، مثلا قبل يوم وبعد يوم ستأتي إلى باب الحي السكني، وهناك متطوعون يعملون على نقل هذه الأشياء من الباب إلى بيتنا، إلى باب بيتنا، ويمكننا أن نأخذها بنفس بأنفسنا. وأيضا يعني قبل حلول هذا العيد قدمت كيف أقول أجهزة المحلية بهذا الحي، كل أسر يعني كثير من الخضروات واللحم والبيض بشكل يعني مجاني لكل أسر مجاني. لمساعدتهم، نعم مجاني، نعم لمساعدتهم لمساعدتنا لتحضير كل المأكولات الخاصة بعيد الربيع، وكل يعني المأكولات كافية جدا. نعم سعاد، فلا يوجد أي مشكلة، فقط لا يمكننا أن نخرج. أتمنى لك كل الخير بهذا العيد، أتمنى أن تكوني بصحة وسعادة. قبل أن ننهي اللقاء، حدثينا عن افتتاح الألعاب الشتوية في بكين. بكين تعتبر العاصمة الوحيدة أو المدينة الوحيدة التي كان لها شرف احتضان الألعاب الأولمبية الصيفية والألعاب الشتوية. حدثينا عن هذا الافتتاح الضخم الذي حدث قبل عدة أيام. نعم، قبل يعني في مساء يوم الرابع من فبراير الجاري افتتحت دورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية في ملعب الوطني، ويعتبر هذا هو حدث رياضي كبير، وأيضا أول حدث رياضي كبير دولي يقام حسب الموعد المحدد بعد إن بدء الوباء في نطاق العالم. نعم، وأعتقد يعني كانت كلنا يعني شاهدنا هذه المراسم الافتتاح الكبير عبر التلفزيون في ذلك المساء، و معظم الصينيين يعتقدون أن هذا الحفل يعني رائع جدا جدا، ويمثل تطلعاتنا وتمنياتنا الطيبة لإنجاح هذه الألعاب الأولمبية. وكذلك يعني هناك عدد كبير من الرياضيين القادمين من أرجاء العالم للمشاركة في هذه الدورة الأولمبية. وفي هذه الفترة يعني خاصة في هذه الفترة تفشي الوباء في نطاق العالم، نعتقد أن هذه المشاركة تمثل التعامل الكبير بين مختلف دول العالم لمواجهة كل التحديات وكل الصعوبات عبر إجراء المسابقات الرياضية، يعني لأن روح الرياضة الأولمبية هي تتمثل في أقوى أعلى وأسرع، وخاصة في هذه الفترة يجب علينا أن نتمتع بهذه الروح لمواجهة هذه التحديات. نعم، يعني أنا أكثر ما لفت انتباهي في هذا الافتتاح هو استخدام التكنولوجيا التي خففت كثيرا من استخدام الأمور التي قد تؤدي إلى تلوث بيئي، مثل الشعلة الذي تم استخدامها إلكترونيا، أيضا الألعاب النارية بعض منها كان إلكتروني، والشاشة التي وضعت، الشاشة العملاقة التي وضعت في قاع ال البيرز نيست او عش العصفور او
اللي هو الاستاد الذي تم فيه الافتتاح لهذه الألعاب، كانت شاشة كبيرة جدا، لأول مرة توضع شاشة بهذا الحجم. يعني كان الاستخدام للـ AI والتكنولوجيا والهولوجرام وهاي الأمور من الأمور الضخمة، والتي أتوقع أنه الصين عملت مجهود كبير لعمل هذا الحفل الرائع. للأسف طبعا لم يحضر هذا الحفل عدد كبير من الجمهور بسبب الاحتراز الذي تقوم به الصين لإيقاف تفشي الوباء، فإن شاء الله في السنوات القادمة نستطيع أن نكون سوية ونرى ما هو أفضل قادم للبشرية إن شاء الله. إن شاء الله، هذه هي تمنياتنا المشتركة. آمين. سعاد، في نهاية هذا اللقاء أريد أن أقول لك شينيان خاو جوني جونشي فاساي شينتي جينكان، و I hope this year will be happy لك. أتمنى أن تكون هذه السنة لك ولجميع سكان هذه الكرة الأرضية أن يعود علينا العام القادم ونحن منتهيون من هذا الوباء. شكرا، شكرا لك، وأتمنى للجميع الصحة والعافية والمزيد من النجاح، وكذلك نتمنى التوفيق لهذه الدورة الأولمبية الشتوية. وأعتقد أنه بفضل جهودنا المشتركة لابد من أن نتغلب كل صعوبات وتحديات ونستقبل السنة الجديدة الجميلة التي ينتهي فيها الوباء في نطاق العالم. إن شاء الله، إن شاء الله نتمنى ذلك. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا شكر سعاد التي كانت معنا مباشر من مدينة بكين، ونتمنى لها ولجميع سكان الكرة الأرضية كل الخير والسعادة. كل عام وأنتم بخير، نراكم الأسبوع القادم، تصبحون على ألف خير. شكرا، شكرا لكم.